السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مغرب نيوز. هذا أثناء قوات العمومية تقوم بهدم بعض البناء العشوائي. هذا البناء العشوائي اللي طال منطقة بني خلف ومنطقة تابعة لعمالة المحمدية. السيد القائد مقاطعة بني خلف بالمحمدية وبحضور رجال الدرك الملكي وقوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية والأعوان ديال السلطة يقوموا بالعملية ديال هدم البناء العشوائي. كما كتلاحظوا هناك قوة عمومية نفذ الأثناء مع القوة العمومية المتكونة من الدرك الملكي وكذلك قوات المساعدة والسيد قائد قيادة بني خلف في إطار حملة لكي يقوموا بها من أجل هدم البناء العشوائي المتواجد بهذه المنطقة التابعة لعمالة المحمدية. كما تتبعتم هذه إحدى عمليات هدم ما هو غير مرخص بمنطقة مجدبة وهي منطقة تابعة لقيادة بني خلف التي
ترأسها قائد قيادة بني خلف عمالة محمدية بحضور رجال الدرك الملكي وكذلك الوقاية المدنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة في إطار تنفيذ قرار هدم هذا البناء الغير مرخص له، في إطار كذلك محاربة البناء العشوائي بالمنطقة.